أولا بالنسبة للأسئلة التي تفضلتم بطرحها، من الضروري أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأمطار الأخيرة اللي مكنات أنه هذه التساقطات المطرية جعلت أن العجز اللي كان ديال 70% تراجع إلى 57% مقارنة مع السنوات العادية و 37% مقارنة مع السنة الماضية. وهذه الأمطار مكنت أنه مقارنة مع الآخر لقاء اللي كان عندنا في أواخر شهر دجنبير أن الواردات المائية بالنسبة للسدود ارتفعت ب 50 مليون متر مكعب. اليوم عندنا 646 مليون متر مكعب كواردات إضافية ابتداء من شهر شتنبير إلى يومنا هذا، ولكن رغم ذلك نسبة ملء السدود فهي لم تتعدى 23.2% مقارنة مع 31.7% السنة الماضية. أي اليوم عندنا 3.7 مليار متر مكعب مقارنة مع 5 مليار السنة الماضية، وبالتالي باقي الإشكالية مطروحة بحدة. وبالتالي كما تتبعتم جاءت الملك ترأس حفظه الله جلسة عمل وتم وضع خريطة طريق جديدة وبرنامج مستعجل من أجل مواجهة هذه الإشكاليات. وفي هذا الإطار تم أولا العمل على الشروع في استغلال العديد من السدود الجديدة في بالنسبة لتداس وتودغا وفاسك وكذلك أكدز اللي كاين في زاكورا. وهنالك بالطبع كذلك هذه السنة إن شاء الله عندنا سد ديال غريس وسد أمدز وكوديات البرنا اللي كاينه في سيدي قاسم اللي ان شاء الله غيتم كذلك استعمالهم خلال هذه السنه 2024، وغنصنعوا كذلك وتيره انجاز ال 13 سدود اخرى اللي هي في طور الانجاز حاليا. من جهه اخرى فهنالك بالطبع ما هو مرتبط بالاستغلال ديال المياه السدود، لان وقع واحد التراجع في السدود، وبالتالي غنوضعوا في هذا الاطار في حقينه هذه السدود مضخات اللي هي عائمه باش يمكننا نستغلوا هذا الماء لا في مجال الفلاحه ولا بالنسبه للماء الصالح للشرب، وهذا غيدار في العديد من السدود اللي هي مهمه بالنسبه لبلادنا باش نحلوا الاشكاليات اللي هي مطروحه. هنالك كذلك ان نقوم بحفر العديد من اثقاب استكشافيه لاستغلالها بالنسبه للماء الصالح للشرب، وهنالك بالطبع تسريع محطات ديال تحليات المياه. انتم عارفين بان اليوم الحمد لله بعد الاتفاقيه اللي كنا درنا في شهر ابريل الماضي مع المكتب الشريفي للفوسفات، اليوم بالنسبة لمدينة أسفي وبالنسبة لمدينة الجديدة ف 100% ديال الماء صالح الشرب تيجي من المحطات ديال تحلية المياه ابتداء من هذا الشهر يناير، وهذا في حد ذاته فهو إنجاز كبير اللي غيساعدنا على نقلصوا من الضغط على سد المسيرة من جهة ونضمنوا الماء صالح الشرب بالنسبة لساكنة هذه المدن. ومن جهة أخرى هنالك بالطبع التسريع في انجاز المحطات ديال تحليات المياه. عندنا المحطه ان شاء الله اللي غتعرف انطلاقه ديالها ديال الدار البيضاء في الاسابيع المقبله، عندنا كذلك المحطه ديال الداخله ديال سيدي افني ان شاء الله اللي غيتم انجازها خلال هذه السنه، عندنا المحطه ديال الداخله اللي غتكون جاهزه ان شاء الله في 2025، والمحطه ديال اللي غنوسعوها ديال اكادير اللي غتكون جاهزه كذلك في 2026، زياده على 9 محطات اخرى اللي هي كذلك اللي غتعرف انطلاقه ديالها ان شاء الله خلال هذه السنه او بدايه السنه المقبله. بالنسبه لمحطات المتنقله لتحليات المياه، هنا يمكن لي نقول لكم بان اليوم عندنا اكثر من 42 اللي هي محطه متنقله اللي هي تيتم استعمالها، وعندنا اقتناء ديال 20 محطه جديده، وكذلك عندنا 3 محطات كبرى ديال تحليات المياه اللي هي ديال 100 لتر في الثانيه اللي غدار خصوصا في المناطق ديال تغازوت واكادير الشماليه، زياده على هذه المحطات اللي تكلمت عليها ديال المياه الاجاجه اللي غدار في قلعه سراغنا، في زاكوره، في تازا، في سيدي قاسم، في الخميسات، في سطات، في برشيد، في بوجدور، في خنيفره، في تنغير، في طنطان. اذا كل هذه المناطق غتكون فيها كذلك هذه المحطات الاجاجه باش يمكننا نساعدوا
هذه المناطق بالصعوبات اللي حنا تنواجهها هنا، وعاد زياده على المحطه كذلك اللي غدار في كاسيطه في المناطق ديال الحسيمه. واخيرا كذلك من بين الامور اللي دارت وهو التركيز على بالطبع تقويه تامين الماء الصالح للشرب بالنسبه للعالم القروي. هنا معلوم كاين الحافلات السهريجيه، عندنا 700 حافله غضاف عليها واحد المئات من الحافلات الاخرى باش نضمنوا الماء الصالح للشرب بالنسبه لساكنه العالم القروي، زياده على الاقتصاد في الماء من خلال دوريه السيد الوزير الداخليه اللي جلت انه اسبوعيا تدار اجتماع مع السيد الوالي باش نعرفوا شنو هي الوضعيه ديال الماء بالنسبه لكل اقليم. من جهه اخرى كذلك اتخاذ تدابير من اجل الحد من ضياع الماء وبالبحث عن تسريبات المياه وفي القنوات، كذلك اننا نوقف من استعمال ماء صالح الشرب بالنسبه للمساحات الخضراء وبالنسبه للشوارع وبالنسبه للغولف اللي هو ما عندوش المعالجات المياه العادمه، زياده على ما هو مرتبط كذلك بالمواجهات اي في الواقع سرقه الماء في بعض المناطق. والشرطه الماء فهي تقوم بواجبها في هذا الاطار. غير هذه السنه وصلنا الى السنه الماضيه 370 مخالفه اللي تم ابرامها. واخيرا طبعا نقوم وطبقا للتوجيهات الملكيه الساميه وهو اننا نديروا واحد حمله تحسيسيه اللي هي غتكون في وسائل الاعلام الوطنيه، اللي غتكون كذلك في الفضاء المتعلق بالوسائل الاجتماعيه للتواصل، وهنالك بالطبع ما هو اللي غيدار كذلك في المدارس وفي الاقاليم باش تكون هنالك توعيه ويكون واحد العمل فعال في هذا الاطار. وشكرا.